شوف يا ابو عبد الله، محفر وكرتونين فلين، هذه من الخرج ولا من الدلم ولا من وين؟ جبناها من الدلم، من مزارع الحونه ومزرعناها بعد تو تنتج منها الخلاص. ايه ما شاء الله، يعني هذا اول هذا بشرتها ولا؟ نعم الباكوره جت على هذا اللقاء المبارك. ما شاء الله، يعني احنا نقول اليوم اجل اللي بيصومون يفطرون معنا يفطرون على هالرطيبات وعلى هالتمر اللي من الدلم. لا احنا بلد المليون نخلة يا ابو محمد. ها؟ عندنا مليون نخلة في الدلم. لا الدلم. اي نعم احنا الدلم فيها مليون. مليون نخلة. نعم ما شاء الله. ما ادري انا والله يعني معروفة الدلم، ترى في انتاج تمر عندنا محافظة دلم كبيرة يا ابو محمد. يعني عندنا الان المحافظ العالم السياحي موجودة عندنا خفص دغرة، العين اول، زي الخرج، عندنا ابراج الحمام، عندنا جبل ابو ولد، عندنا غار تركي. ابراج الحمام هذا مطعم ولا وشو؟ لا هذه انشئت قبل معلم قبل 40 سنه. نعم اسمها ابراج الحمام. أبراج انا اعرف في قصر في الدلم وحول الدلم قديم جدا. نعم يعني قبل هذه طعم ساعات المحافظ فهد بن سلطان بن حميد مهتم في رعايه المعالم التراثيه والسياحيه، وفعلا يعني اعطى كثير فيها. يعني في زي ابراج الحمام احنا شاركنا كقريه عضو من اعضاء في التلوث البصري. التلوث البصري نعم، اللجنه السياحيه في المحافظه بتوجيهات سعاده المحافظ، والقريه شاركت ومؤسسه اقليم الدم شاركت، شارك زملائنا في الجمعيات التراث والثقافه في اعاده تاهيل الابراج هذه من جديد، لتكون معلم تكون يعني يزورها الزوار، لانها اشكالها غريبه. هي حوالي تقريبا هي 20 او 15 يعني عددها كثير، متقاربه يا ابو محمد جنب بعض، شكلها الجمالي تحفه يعني. فهذه كانت مجاوره اللي عين خفص دغره كانت عندنا اول، والحين اندثرت لكن باقي معالمها. احنا ازفت الدقائق او ازف الوقت.